ومن روسيا لإيرلندا، هايست على مكنة ATM. مش مثل بالأفلام، لأنه بالأفلام بيفرجوك العصابة كيف عم بتخطط لحتى تسرق، بينما بهيدا الخبر العصابة ما كان كتير إلى جلدة تخطط. عصابة إيرلندية لجأت إلى حيلة غريبة عشان تسرق آلة ATM من أحد المتاجر، وتمكنت من تنفيذ المخطط في غضون دقائق قليلة. كيف سووها بهالسرعة هذه؟ شوفوا كيف.